يتسع للبشرية، للآدمية، مش محصور إيه؟ في المسلمين فقط، لا، للكل، لكل إخوانك في البشرية. تحسن، وزي ما قال النبي: تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. سلم على الناس، كل الناس تعرفوش سلم عليه، يمكن عابد وثن ولما سلم عليه أعطيه السلام. والسلام مش شعار ملوش معنى كما يفهمه الجهل اليوم القتلة، بيجي بسلم عليك وبصف بصف معاك في المسجد وفجر حاله فيك. ما شاء الله على المجرم، ما شاء الله، مش مسلم، هذا مش مسلم، ملوش علاقة بالإسلام، هذا مجرم. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، النبي قال لكل غادر لواء يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يا غدارون يا غدر. الدين بيقول لك لو أنت أعطيت كافر السلام انتهى خلاص، هو في الأمان. نقول السلام عليك، انتهى، في الأمان، راحت عليك، تقرش سلام، مش تدخل معاه تصف وتفجر، ما شاء الله عليك، وتقعد معاه وتسجل وتودي للمخابرات وتودي للجهة الثانية، تسجل عليه وقعد معاه، يا غدر. هذا ما لهاش علاقة لا بالأخلاق البشرية، مرجعها الروح، ولا بالأخلاق القرآنية الدينية. الأخلاق القرآنية الدينية مختلفة.